بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد رسول أمين. أما بعد، ازيكم يا شباب؟ النهاردة إن شاء الله هناخد الحلقة 28 من حلقات دورة تصميم مواقع باستخدام الفوتوشوب، وهنتكلم فيها عن المصادر الأربعة اللي احنا بنشوف فيها مواقع الأشكال والأيقونات والإلهام. كلمة أشكال في الفوتوشوب معناها شيبس اللي هي كاستم شيبس، وكلمة أيقونات معناها أيكونز، وكلمة إلهام معناها انسبيريشن. تعال نخش على جوجل كروم ونشوف المواقع المتاحة إيه عندنا. اول موقع معانا يا جماعه موقع اسمه shapesforfree.com. shapesforfree.com ده بيقدم لك كاستم شيبس مخصصه بحيث ان انت ممكن تشوف الاشكال اللي انت ممكن تحتاجها. مثلا نروح تاني على الشوري، مش كده اعلان، خلينا على الصفحه الرئيسيه بتاعه الموقع، هنشوف اي اشكال متاحه. مثلا view all shapes، وليكن مثلا الحاجات اللي هي خاصة بالسيركل شيبس دي مثلا على سبيل المثال، لما تضغط عليها يقول لك ان انت عندك 31 فوتوشوب سيركل شيبس مثلا بالشكل دوت، دول اشكالهم على سبيل المثال. فبتشوف وتلاقي فيه زرار خاص بالداونلود، بتعمل داونلود وتبتدي تنزل الشيبس دي عندك على الفوتوشوب. ده موقع من ضمن المواقع اللي انت او اللي انا لقيتها تمام كده، انت ممكن تلاقي حاجات احسن من كده برضو وتشوفها. يعني في موقع تاني، الموقع دوت او الموقع اللي بعد كده دولت انت بتبحث، يعني في موقع اسمه ديفيانت ارت. ديفيانت ارت دوت هو اصلا موقع يعني كل حاجه، انت هو في سيرش انجن تمام كده، وانت بتدور فيه على كل حاجه. المهم الموقع ده انت لازم تعمل جوين دي، تسجل علشان يقدر يديك الروابط بتاع التحميل. يعني مثلا لو لقيت مثلا كاستم شيبس خاصه مثلا بالاسلحه زي كده تمام كده، وانت مسجل جوه الموقع ده، عامل جوين جوه الموقع، هو موقع تسجيله فري يعني مجانا، هتلاقي دايما منزل لك روابط ومنزل لك داونلود لينكس انت ممكن تستفاد منها. لكن هو موقع كبير جدا جدا وبيديك حاجات كتير قوي، لو انت دخلت على الصفحه الرئيسيه بتاعته وفتشت جواه هتلاقي فيه يعني حاجات كتيره غير بس الكاستم شيبس اللي هو ديفيانت ارت. وده برده الموقع طبعا موقع مشهوره زيه زي الفري بيك وزيه زي اول داونلود اول داونلودز او اول فري داونلودز. ده موقع ده يعتبر من المواقع المشهوره ديفيانت ارت. في موقع تاني اللي هو موقع السماشنج ماجازين، والسماشنج ماجازين اصلا يعني مهتم اكتر بالكودينج اكتر منه ايه ديزاين، بس ممكن ينفعك. يعني ممكن تلاقي مثلا فوتوشوب باترن التيميت كولكشن، انت بتخش تدور تمام كده، في واحد منزل اهو مقاله كاتب فيها التيميت كولكشن اوف كاستم فوتوشوب شيبس، ومديك مثلا شويه حاجات وروابط وشويه حاجات تانية. انت ممكن تخش جواها تقرا المقاله وتقرا الحاجات اللي موجوده جواها وتبتدي تشوف الدنيا ماشيه ازاي طالما في حاجه خاصه بالسيرش. طيب في كمان معانا موقع تاني اللي هو انسبيريشن فيد. انسبيريشن فيد دوت برضه طبعا موقع برضه ممكن يقدم لك مصادر تمام كده. انسبيريشن فيد برضه يعتبر موقع مشهور بالنسبه للمصممين، يعني هتلاقي مثلا في مقاله مشهوره ايه مكتوب فيها 2500 فري كاستم فوتوشوب شيبس ومديهم لك بالترتيب بتاعهم اهو تمام، بحيث ان انت ممكن تشوف الحاجات ديت اهو، مديك حاجات بيقول لك كاستم شيبس باي برايس مش عارف ايه دوت، حاطط لك كاستم شيبس اهي موجوده ممكن تنزلها، وايلد انيمالز ممكن تشوفها، الفيكتور شيب ميكس برضو، الارمي وهكذا. طبعا انت بتخش وتلاقي في داونلود لينك موجود تحت كل ايه تحت كل مجموعه من الشيبس، ودي مجموعه كبيره. كل الروابط دي ان شاء الله باذن الله هنزلها فين؟ الديسكربشن اسفل الفيديو. هنا في برضو الفوتوشوب شيبس موقع اللي هو موقع براشيزي، برضه مديك برضه بيديك احيانا كاستم شيبس. اهم حاجه بس تعرفها ان لما يكون في عندك موقع تمام كده، بتخش على سيرش هنا وتكتب مثلا الحاجه انت عاوزها، بتدور على براش تكتب براش، بتدور على شيبس تقول له كاستم شيبس وهكذا تمام. تعال نخش المجموعه الثانيه اللي هي الايكونز. الايكونز يا جماعه دي هنا كونت في موقع مشهور قوي في الايكونز اللي هو الايكون فايندر. ده موقع من ضمن المواقع المشهوره في جدل الايقونات، iconfinder.com اهو بيديك ايقونات كتيرة جدا جدا، ممكن تدور على ايقونات زي ما انت عاوز. في برضه موقع تاني اللي هو الموقع فري بيك، طبعا مشهور بس الفري بيك على بوبيلار ايكونز تمام كده، هيديك فيه ايقونز كتيرة جدا جدا ممكن تجلبها بالصفحات زي ما انت عاوز تمام. في موقع تاني اللي هو الفلات ايكونز، برضو ده بيديك مواقع اهو بيقول لك اكسس لحوالي 4,160,000 ايقونه. طبعا في حاجات بفلوس في حاجات مجانيه، طب تخش تشوف وتشوف الدنيا ماشيه ازاي. الحاجات المجانيه ممكن تسيب منها برضو
ده موقع اللي معانا برضو اللي هو الفلات ايكون دوت ايه دوت كوم. طيب نيجي بعد كده لمصادر الالهام اللي هي الانسبيريشن. وانت شغال طبعا في الديزاين محتاج دايما بافكار. طبعا قلنا احنا في تمبلت مونستر، في الفري بيك، في موقع هنا اسمه موقع الاووردز دوت كوم، وده بيجيب لك المواقع اللي هي حصلت على يعني تصنيف من حيث التصميم والديزاين، وبيخليك تشوف برضو اعمال الناس التانية اللي هي شغاله يعني مش كده، وهي عملت ايه عشان توصل لمرحله زي كده. ده موقع اسمه الاووردز دوت كوم. في عندك موقع بعد كده اللي هو موقع الويب ديزاين انسبيريشن، برضو ده موقع برضو حلو، انت ممكن تشوف فيه افكار للويب ديزاين. تمام، وتشوف الدنيا فيه ماشيه ازاي لو حبيت يعني. هتلاقي في الانسبريشن اللي ضغطت عليها هتلاقي بص كيوردز كتيره، مثلا لو انت عاوز حاجه خاصه مثلا بالكوربريت تضغط على الكوربريت ديت، هديك مواقع ممكن تكون تخص شركات او حاجه، وانت برضو ذوقك برضو. وموضوع البحث عن انسبريشن، انت اصلا بتخش على جوجل وتكتب مثلا ويب ديزاين انسبريشن مثلا اهي زي كده، ويب ديزاين ايديا اند انسبريشن، يعني ناخد دي مثلا دي نسخ ونيجي في جوجل كروم ونرميها هنا ايه لصق مثلا. تمام، وهتلاقي كتير يعني هتلاقي كتير اهو، مثلا مقالات بتطرح لك حاجات كتيره، بتقول لك مثلا ايدياز مثلا مصباح كثيره 940 ايديا، ده في طبعا في البنترست. فواحد يعني ممكن مقاله واحده تديك افكار كتير قوي قوي انت ممكن تشوفها وتتعرف عليها. تمام، تعال نرجع تاني. في عندك برضو في موقع تاني هنشوفه اللي هو موقع 99 ديزاينز، و 99 ديزاينز ده موقع للمصممين، ممكن تشوف الافكار اللي هم بيعملوها، يعني تشوف الكاتيجوريز بتاعته. تمام كده، فبيقول لك ان انت ممكن تشوف افكار مثلا خاصه باللوجو ايدنتيتي، بالويب اند الاب ديزاين، بالبزنس ادفرتايزنج، بالكلوزنج، بالارت، بالباكجنج ليبلز، بالبوك ماجازين، وهكذا. كل حاجه تخص التصميم هو يجيب لك الناس اللي هي ممكن تكون اشتغلت وعملت طرحت هنا اعمال او بورتفوليو خاص بيها، وانت ممكن تشوف الحاجات ديت. يعني مثلا لو حبيت اشوف الويب ديزاين مثلا على سبيل المثال، هتلاقي بيقول لك في ويب ديزاين ودي ديزاين، وفي ناس ممكن تعمل لك لاندنج بيج ديزاين، فانت بتشوف يعني تقعد تدور فيك تخفش فيه لحد ما تلاقي مثلا حاجه مثلا معينه ممكن تعجبك. دي شركات يا جماعه على فكره، واشخاص ممكن يكونوا عملوا الاعمال دي ونزلوها في المكان ده، بس هي مش فري، هي عباره عن بس مصادر للالهام. طيب بكده نكون خلصنا الجزئيه ديت. تمام كده، اتعرفنا فيها ازاي ان انت تحصل على كاستم شيبس من كذا موقع، وبرده السيرش بيفتح لك الدنيا. اتعرفنا فيه ان انت ازاي تحصل على ايكونات ايكونز. تمام كده، في الايكون فايندر وفي الفري بيك وفي عندك الفلات ايكون، وتعرفنا فيه برضه ازاي ان انت تبدي تدي لنفسك الهامات في حاجات كتيره من ضمن المواقع، وازاي انت تخش على جوجل وتعمل سيرش على الحاجات دي. بكده نكون خلصنا الحلقه الخاصه بالمصادر بتاعه الفوتوشوب اللي هتهمنا في الويب ديزاين. وما تنساش طبعا كل موقع انت بتحصل عليه بتحس انه مهم، مثلا زي الموقع ده تروح اعمل له بوك ماركينج مثلا اللي هو اضافه استشاره مرجعيه، وهنيجي مثلا نشوف المزيد هنا ونحط هنا دي خاصه مثلا شريط الاشارات، ونحط هنا اشاره والمزيد. هنعمل مجال بس الاول. تمام، ونخلي دي المره دي الاشكال والايقونات والالهام مثلا على سبيل المثال، اي موقع بقى يخص الحاجات دي مثلا نحطه هنا مثلا على سبيل المثال. هناخد الموقع الاولاني دوت اللي هو الفري شيبس دوت او الشيبس فور فري، وهناخد الديفنت ارت برضه نحطه في نفس المكان. هناخد مثلا الالتيميت اللي هو السماشنج ماجازين نحطه في نفس المكان. هناخد ده الموقع اللي هو بتاع الانسبريشن فيت برضو نحطه. الفوتوشوب براشيزي نحطه مش مشكله حتى لو نكرر. الايقونات حط برضو الموقع دوت اللي هو الايكون فايندر، اي حاجه تخص التصميم وتلاقيها عجبتك مثلا والكلام ده كله حطه في اشاره مرجعيه زي كده بحيث تقدر ترجع له، ويا ريت تكون يعني تحت ايه تحت كاتيجوري او تحت فولدر انت تكون عامله. فانا هاخد دول كلهم نحطهم فين في المكان ده، يبقى كده انت ايه ماشي تمام وخزنت الموقع اللي ممكن تفيدك في حاجه زي كده.
دي صورة، هنرجع ورا شوية وهناخد دي. وانت برضو حر في موضوع السيرشنج، ممكن تعمل سيرشنج على حاجات اكتر من كده وتشوف الدنيا ماشيه ازاي، سواء كان بالعربي او بالانجليزي. بكده زي ما قلنا احنا نكون خلصنا الحلقه ديت، ان شاء الله تكون استفدت منها. اذا عجبك الفيديو اعمل كومنت لايك شير لي، واذا عجبتك القناه اعمل سبسكرايب داخل القناه. وكل دي كنا شاكرين، كان معاكم مهندس مصطفى عبد القادر الزايدي من قناه مصطفى زايدي اللي هو حاسب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.